بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اشرح صدورنا وانفعنا بالقرآن وعلمنا مرادك منه يا أرحم الراحمين، وأقمنا في الحق وأقم الحق بنا. مع كتاب الله وفي سورة آل عمران، وقد انتهينا والحمد لله رب العالمين من سورة البقرة في الحلقة السابقة. سورة آل عمران هي السورة الثالثة في كتاب الله في هذا الترتيب، وقد نزلت بالمدينة، والمدني والمكي فيه ثلاثة أقوال: قول زماني وقول مكاني وقول حالي. أما القول الزماني فهو ما نزل قبل الهجرة وما نزل بعد الهجرة، وبذلك فإن ما نزل قبل تحرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة فهو مكي، وما نزل بعد ذلك وحتى لو نزل في مكة في يوم الفتح أو في العمرة أو في الحج فإنه مدني، لأنه نزل بعد الهجرة. أما من يقول إنه من إذا نزل في مكة فهو مكي المكاني بقى، وإذا نزل في المدينة فهو مدني، فإنه سيكون هناك ما ليس مكيا ولا مدني، وهو ما نزل في الطريق من مكة إلى المدينة، وما نزل خارج المدينة في غزواته وأصفاره صلى الله عليه وآله وسلم، وما نزل في السماء في ليلة الإسراء أو في البيت المقدس أو نحو ذلك من الوحي المتصل الذي كان يتنزل على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن قل. يعني هذه الأشياء لما تتبعوها في علوم القرآن وجدوها أشياء قليلة، ولكن أضبط شيء هو الزمن. ثالث الحال، وهو يقول لك ما نزل فيه تشريع فإنه يكون مدني، وما نزل فيه عقيدة وخطاب للناس فإنه يكون مكي، وبذلك لا ينضبط الحال، لأن في الحقيقة أن القرآن في كل آية منه يخاطب العالمين ويخاطب المسلمين ويخاطب الجن والإنس ويخاطب المؤمنين والكافرين، ولذلك فإن ذلك يكون من الصعوبة بمكان، وتختلف الأنظار من شخص إلى آخر ومن عالم إلى آخر. إذن أحسن شيء هو ما قبل الهجرة يكون مكياً، وما بعد الهجرة يكون مدنيا، ويبقى اللي هو التقسيم الزماني. وعلى هذا فسورة آل عمران مدني، لأنها نزلت كلها بعد الهجرة وخلاص، يبقى سهلة كده. وهذه الصورة تدل على أمر هو خصيصة في الإسلام، أن الإسلام لم ينكر نبيا قد أرسله الله من قبل المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعظم شأنهم وأعلى ذكرهم، وجعل الإيمان بهم هو عين الإيمان بالإسلام. لا يستطيع واحد من المسلمين أن يدعي الإسلام من غير تصديق عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لا يستطيع مسلم أن ينكر موسى، لا يستطيع مسلم أن ينكر سيدنا إبراهيم، وهكذا من لدن آدم وإلى خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما نلاقي ناس تقل أدبها وتلسن على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وما ينفعش نلسن على نبي من أنبياء، ما ينفعش
ده النبي بتاعهم ده بتاعنا احنا. يبقى في خاصية هنا، وهو ان الاسلام قد آمن بكل نبي أرسله الله سبحانه وتعالى وأنزل معه الكتب، وجعل الإيمان بالرسل وبالكتب جزءا لا يتجزأ من إيمان المسلم. فالإسلام نسق مفتوح، ورتل الرسل الكرام محترمون في الإسلام. ولذلك سمى هذه الصورة بصورة آل عمران. وآل عمران دول مين؟ دول أهل السيدة مريم عليها السلام. مريم التي اتهمها اليهود بالأباطيل، مريم عليها السلام آبت، هي معظمة وهي قديسة وهي ولية من أولياء الله الصالحين وصديقة، والصديق أكبر من الولي كمان عند المسلمين، وأمه صديقة. وتلاقي عندنا في الأرياف يسموا البنت صديقة تبركا بمريم رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعليها السلام. يبقى مريم دي هي من إيه؟ من الناس الكبار قوي عند المسلمين، مش عند المسيحيين بس، لا ده عند المسلمين. السيدة مريم العذراء البتول عليها السلام. وسمى سورة سورة مريم كمان، وذكر فيها قصته، وهنا في آل عمران كذلك. فآل عمران اسم لأسرة السيدة الكريمة عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. وألف لام ميم حروف مقطعة بدأ الله بها بعض السور. كم حرف دول؟ قال لك هو الحروف العربي 28، بدأ ب 14، بدأ ب 14، وال 14 دي الأهم. قال نص حكيم قاطع له سر، كأنه يصف القرآن، نص حكيم قاطع له سر. لما تقعد تعد الحروف دي تلاقي ايه 14 حرف. ايه هما؟ نص النون، نون والقلم وما يسطرون، الصاد، صاد، والذكر، نص حكيم الحاء حاميم، وهكذا تلاقيهم 14. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.